الشيخ احمد معلم واحنا منه بنتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء جديد من أدعية من القلب، أدعية الفضيلة بفضل الله رب العالمين، دعاء من القلب. يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا أوسع الراحمين، يا أوسع الرازقين، يا أكرم الأكرمين، أقسم بك عليك يا الله. اللهم باعد بيننا وبين الخطايا والسيئات والأوزار كما بعدت بين المشرق والمغرب، وقيم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. أعظم لنا أجرا، أصلح لنا بالا، قرب لنا بعيدا، هون علينا صعيبا وعصيبا. يا الله فرح قلوبنا بطاعتك، فرح قلوبنا بمحبتك، وارزقنا الإلحاح في الدعاء والإلحاح في الرجاء لكل من طلبوا منا الدعاء، خاصة طلاب الثانوية العامة الذين عندهم قلق ومرض واكتئاب في هذه الأيام، ولكل من انحرفت سفينتهم أو ضلت طريقها. أقسم بك عليك يا الله، يا الله، لكل من انحرفت سفينتهم أو ضلت طريقها، أو ضلت طريقها، ولكل من عندهم مشكلات صعبة في حياتهم، فرج عنهم يا الله، فرج عنهم يا الله، أبعد الهم عنهم والغم عنهم والديون عنهم يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. أبعد عنا المعاصي والذنوب والمخاطر والشماتة كما باعدت بين المشرق والمغرب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.